Seite auch alles ab und vermissen, in der Defensive, in der Offensive, dass wir... Mit Akid, hier مباراة قوية جدا، طلعات كبيرة، هنلعب قدام فريق كبير، فريق قوي بيلعب على أرضه. الجمهور لكن طبعا انا متاكد كمان ان كان في جماهير مصريه كبيره في مصر هتكون داعمين ان شاء الله. المهم بالنسبه لي ان احنا نادي كورتنا نادي احسن ما عندنا سواء دفاعيا او هجوميا، ان احنا ننظر كورتنا وافكارنا وان احنا ان شاء الله نقدم مباراه كبيره داخلنا. مش هنيجي نقعد في بيتنا احسن، لا احنا في الاخر بتلعب 11 لعيب ضد 11 لعيب، ال 11 اللي مركزين اكتر واللي مجهزين نفسهم للمباراه بصوره كويسه هيبقوا احسن في المباراه وهيقدروا يحققوا نتيجه الفوز. طبعا احنا متعودين على جمهور النادي الاهلي ان هو بيبقى موجود في اي بلد احنا بنروحها باعداد كبيره وعلى طول داعم لنا وفي ظهرنا، ان شاء الله يبقى جمهور النادي الاهلي متواجد بكره بصوره كبيره وان شاء الله نقدر نروحها.